تخصص هندسة الطيران كونه فرع من فروع الهندسة، هندسة يعني فرع من فروع كلية الهندسة. هذا التخصص يعني بجميع أنحاء الطائرة، من هياكل إضافة إلى ذلك، من محرك الطائرة إضافة إلى جميع الأجهزة داخل الطائرة، من أجهزة الاستشعار وأجهزة دراسة الضغط الجوي أيضا إلى ذلك، صيانة الطائرة من وإلى. ثانيا، ما هي الصعوبات التي تواجه دارس هذا التخصص أيضا الطلاب الذين سوف يدخلون هذا التخصص مجددا؟ الصعوبات تتمحور نوعا ما في صعوبة التخصص، وكونه كفرع من فروع الهندسة فإنه يحتوي على المواد العلمية مثل الرياضيات والفيزياء، أيضا إلى جانب ذلك المواد التخصصية مثل الديناميكا الحرارية، الضغط الجوي، دراسة أيضا الضغط الجوي، الترموديناميك باللغة الإنجليزية، أيضا إلى جانب دراسة المستشعرات والمؤشرات داخل كابينة القيادة. فالتخصص نوعا ما يعني فيه نوع من الصعوبة، ولكنه ليس مستحيل أو صعب جدا للدارسين يعني، فالأمر مشجع. أيضا من الصعوبات التي تواجه الطالب هي إجادة اللغة الإنجليزية، فلا بد للطالب هندسة الطيران إجادة اللغة الإنجليزية كمطلب، بحيث أن هندسة الطيران وجميع المواد داخل الطائرة والآلات والمحركات وما يخص هذا التخصص من مراجع أيضا من مواد كلها باللغة الإنجليزية، فإجادة اللغة الإنجليزية شيء مهم جدا للطالب. ثالثا، نتحدث عن ما هي الفرص المتوقعة من خريجين أو لخريجين تخصص هندسة الطيران. الفرص المتوقعة كثيرة، ونلخصها في جانبين، الجانب العملي والجانب الأكاديمي. الجانب العملي في المطارات، إضافة إلى ذلك المصانع، ثالثا مثل المصانع وأيضا شركات الصيانة في المطارات. الجانب الأكاديمي تتلخص في الجامعات وجانب التدريس في مجال هندسة الطيران أو مادة من مواد هندسة الطيران في الجامعات المحلية أو العالمية على نحو أوسع. في الأخير، نتمنى التوفيق لجميع دارسي هذا التخصص وأيضا لجميع التخصصات الأخرى.